عندنا مباراة يوم السبت قوية جدا، نادي الهلال السوداني بالمناسبة اتغلب في أولى مبارياته أمام سان داونز 1-0. فالمباراة اللي جاية بالنسبة له هنتكلم عليها طوال الأسبوع إن شاء الله، هي المباراة يوم السبت، السبت اللي جاي الساعة 3، وهتبقى في السودان. بعدها بثلاث أيام هترجع تلعب أسوان في أسوان. من شهرين كده عندما تم اتخاذ قرار من الاتحاد الدولي ان النادي الاهلي هيلعب كاس العالم، زوري اتنبح، واتكلمت مع حضراتكم كتير جدا 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 فيما يخص ايه يا فندم، فيما يخص ان النادي الاهلي هيلعب مباريات مضغوطه بشكل كبير جدا. عامل لكم هوري لحضرتك النادي الاهلي جاهزين. طب ممكن تحطهم لي على الشاشه لو سمحت، يعني انا بوري بس حضرتك علشان يعني لو لا قدر الله حصل حاجه خلال الفتره اللي جايه نبقى عارفين ان في حاجه اسمها اجهاد. انا ما بقولش هيحصل، ان شاء الله مش هيحصل، ولكن مباريات الاهلي خلال الفتره الماضيه. خليني ابدا مع حضراتكم هم زي ما بادئين من يوم 17/1. بصوا حضراتكم، انت لعبت في كاس مصر يوم 17/1، بعدها في ثلاث ايام واليوم الرابع يوم 21/1 لعبت فريق كبير زي نادي الزمالك. المباراه الاولى كسبت 3-1 في نصف النهائي امام سموحه ووصلت للنهائي. في المباراه يوم 21/1 كسبت نادي كبير زي نادي الزمالك 3-0. بعدها بثلاث ايام او بيومين والثالث لعبت مع البنك الاهلي كسبت 1-0. أول مباراة ليك في كأس العالم للأندية كانت يوم 1/2، قبل كده يوم سافرت يوم 28 سافرت من القاهرة إلى الرباط ثم من الرباط إلى طنجة. خلي بال حضرتك من هنا للرباط حوالي 5 ساعات ونص، ومن الرباط لطنجة حوالي ساعتين أو ساعة وشوية. فكأس العالم الأندية يوم واحد، أنت لعبت 17/1، 21/1، 24/1، 1/2. طيب لعبت سياتل إمتى؟ 4/2. يعني ريحت 2/2 و3/2 ولعبت 4/2 مع سياتل، كسبت سياتل. 8/2 لعبت مع ريال مدريد واتغلبت. 11/2 بعديها بثلاث أيام 11/2 لعبت مع فلامينجو واتغلبت 4-2 بعد الطرد الظالم واحتساب ركلات الجزاء. انا بس بوري حضرتك ان النادي الاهلي من يوم 17/1 ليوم 11/2 ادي 1 2 3 4 5 6 سبع مباريات في 20 يوم، سبع مباريات في 20 يوم. طيب الجدول اللي جاي ده انا بوري حضرتك النادي الاهلي هيلعب امتى. النادي الاهلي يوم السبت 18 فبراير اللي هو النادي الاهلي راجع النهارده، الراجل مارسيل كولر هيدي اللعيبه يومين اجازه. النادي الاهلي يوم السبت 18 فبراير هيلعب الهلال السوداني الساعه 3 الظهر. طيب المباراه اللي بعديها في دوري ابطال افريقيا، في دوري ابطال افريقيا هيلعب الهلال. المباراة اللي بعديها أسوان سيلاقي النادي الأهلي يوم 21 فبراير في أسوان. طيب السبت 25 فبراير الأهلي هيلاقي سان داونز. الثلاث 28 فبراير الأهلي هيلاقي الداخلية. السبت 4 مارس الأهلي هيلاقي القطن الكاميروني. التلات 7 مارس الأهلي والمقاولين العرب. السبت 11 مارس سان داونز في النادي مع النادي الأهلي في دوري الأبطال في جنوب إفريقيا الساعة 3 الظهر. إذن عندك مباريات من يوم 18 فبراير ليوم 11 مارس 2 4 6 7 مباريات في أقل أو في 20 يوم تقريبا. في اقل من 20 يوم او 20 18 ل ادي شهر، يعني تقريبا 22 يوم او 21 يوم، يعني كل 3 ايام مباراه.
وخلي بال حضرتك اللي حضرتك شايفه ده، اللي حضرتك شايفه ده سفر إلى جنوب أفريقيا، سفر إلى أسوان، العودة إلى القاهرة، ثم السفر إلى جنوب أفريقيا مرة أخرى. الحمد لله مباراة القطن الكاميروني الأولى عندنا في القاهرة، وبالتالي زي ما حضرتك شايف أنا مش بضحك عليك ومش بقول لك أي حاجة، أنا بقول لك إن الجدول اللي حضرتك شايفه ده ممكن دلوقتي وأنت قاعد بتتكلم أو حضرتك سامعني تفتح التليفون وتشوف، أو تفتح جوجل وتشوف التواريخ دي والتواريخ اللي فاتت عشان تعرف هو ليه مارسيل كولر كان بيعمل اللي بيعمله، ليه بيغير الثلاثة اللي قدامه. وبعدين في الماتش الأخير أمام فلامينجو لعب خالد وريح محمد هاني عشان اللي حضرتك شايفه. خلاص خدت تالت، أنا كلي ثقة في كل اللاعبين، هو أكيد قال كده، أنا ما سألتوش لسه لكن هو أكيد قال كده، أنا كلي ثقة في كل اللاعبين. وطالما بتحمل اسم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي يبقى أنت من حقك إن أنت تلعب. لعب خالد كان كويس، خالد عبد الفتاح لعب، مروان عطية كان كويس، مروان عطية عندك الجانب الهجومي أي ثلاثة بيلعبوا على الإطراف بيبقى عندنا تمام زي الفل، بتبقى عندنا مشكلة اللي هيجيب الجول شريف، محمد شريف إن شاء الله ربنا الثقة ترجع له خلال اليومين ثلاثة اللي جايين. عارفين إزاي؟ بمساندة حضرتك، هتقولي ما احنا ساندنا، ساند. وبعدين ده لسه جايب جون في الزمالك يا جماعه، او جونين انا اسف في الزمالك كمان، احنا بننسى بسرعه، انا يعني بنسى بسرعه علشان عندنا ماتشات كتير ورا بعض. المسانده والدعم خلال هذه الفتره يجب ان تكون قويه جدا. لعبنا في كاس العالم، شرفنا بلدنا، شرفنا قارتنا، وصلنا ان احنا نبقى رابع العالم، وبالتالي نحتفل، مش هقول نحتفل ولكن نبقى مبسوطين بلاعبتنا، نبقى مبسوطين بجهازنا الفني، ننظر للي جاي بشكل اقوى وبشكل واضح عن كده كمان، لانه زي ما وريت انا قلت لهم النهارده ما حدش يشيل الجدول ده من ورايا، لان انا اتكلمت عن الكلام ده قبل كده خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. انا اسف ان انا طولت في هذا الامر، ولكن انا بس حبيت اقول لحضرتك انه النادي الاهلي داخل خلال الفتره اللي جايه في فتره صعبه جدا، بكل شويه هفكر في الجدول، لكن الفتره اللي جايه هي فتره صعبه جدا لانها كل 3 ايام مباراه، وكولر هنشوف ان هو بيغير اللاعبين خلال الفتره اللي جايه دائما. فبقول لحضرتك ان انا عندي يوم السبت 18 فبراير الهلال السوداني، 21 فبراير اسوان في اسوان، 25 فبراير سان داونز، 28 فبراير الداخلية، 4 مارس القطن، 7 مارس المقاولين، ثم سان داونز في جنوب افريقيا. كل اللعيبة هتلعب، لازم نبقى واقفين في ظهرهم، عايزين ناخد كل حاجة السنة دي. دوري وكاس وافريقيا وكاس قديم وكاس جديد، قول زي ما أنت عايز. ونصل إلى كأس العالم مرة رابعة على التوالي. إن شاء الله.